شاركت مع الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في المنتدى الاقتصادي العالمي للسياحة بدعوة من منظمة السياحة العالمية والذي عقد في مدينة مكاو بجمهورية الصين الشعبية تعزيزا لحضور المملكة في المحافل الدولية. وناقش المنتدى هذا العام مواضيع متعلقة بالسياح الذين باتت نسبتهم تتزايد يوما بعد يوم بسبب التطورات التكنولوجية وانتشار المعرفة بالبلدان والحضارات والثقافات حول العالم، إضافة إلى تناول كيفية استثمار هذه الأعداد في تطوير مشاريع التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة قالت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة إن المشاركة في مثل هذه الفرص هي لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز حضاري وصنع جسور التواصل مع شعوب العالم، مضيفة أن خصوصية الأماكن الثقافية في البحرين من مواقع أثرية ومتاحف ومعالم عمرانية تاريخية هي ما يصنع البنية الأساسية للسياحة الثقافية. وجمع المنتدى العالمي الاقتصادي للسياحة هذا العام في نسخته الخامسة قادة صناعة السياحة والثقافة حول العالم من مسؤولين حكوميين وخبراء الأعمال وخبراء بحث وأكاديميين. هذا اللقاء في مكاو الذي يجمع المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي ويسلط الضوء على التحديات التي تواجه السائح في العالم. كلنا نعلم أن هناك الكثير من الأمور والمستجدات، المتاحف، المواقع الأثرية، المطارات هي المستهدفة في هذه الفترة الحالية. كيف نقير تفكير السائح ونقري البعض بزيارة البلدان التي تتعرض لبعض الحملات أو تعاني مما يعاني منه العالم أجمع؟ أيضا فرص الاستثمار في الثقافة هي موضوع لحديث الملتقين في هذا المنتدى الهام الذي يسلط الضوء على دور الثقافة كسلاح أساسي لجذب سياحة نوعية. وفي البحرين تحدثنا عن مشروع الاستثمار في الثقافة، تحدثنا عن محاكاة طريق الحرير عبر مشروع طموح وطريق اللؤلؤ الذي يسعى لاستقطاب سياحة نوعية وتوظيف المواقع الأثرية لجذب سياحة ثقافية.